قاموا بالواجب وزياده وحبايبي واصحابي، فاللهم لك الحمد، فضل ونعمه من ربنا. انت بتشتغلي ايه يا دعاء؟ ايه يا فندم؟ بتشتغلي ايه؟ انا معد برامج في التلفزيون المصري قناه طيبه اسواني. كمان حبيب. كمان عشان كده زميله يعني. اما تليفوني مع الناس كلها بقى، فجابوني وانا في المقصوره اساسا قبل ما اتحرك من الساد. طيب انا جنبك؟ انا جنبي طبعا يا فندم. ممكن اكلمه لو سمحتي؟ حاضر يا فندم. انس اتفضل مع سيادتك. يا انس ازيك؟ تمام الحمد لله. ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. عندك كام سنه؟ عندي 12 سنه. قول لي بقى، الرئيس قال لك ايه وانت قلت له ايه؟ انا اول ما رحت للسيد الرئيس قال لي انت نفسك في ايه؟ قلت له نفسي امضي مع الاهلي او الزمالك او نادي من تبع القوات المسلحه. ايوه، وبعدين؟ قال لي من عيوني ان شاء الله. خلي بالك ان لما الرئيس يقول كده ده قرار جمهور هيتنفذ. قول لي، طب انت بصراحه عايز الاهلي ولا الزمالك؟ الاهلي. الاهلي. طيب انت بتلعب مكانك في الملعب ايه؟ جوكر كل مكان. يا راجل والله. طب قول لي مين مثلا الاعلى بتاعك يا انس؟ محمد صلاح. محمد صلاح. حلو، محمد صلاح ده انت ما شاء الله يعني. بس الرئيس وعدك ان انت ممكن يحقق لك املك. انا عايز اقول لك ان كابتن محمود الخطيب يعني في الحاجات دي بيبقى رائع جدا جدا، واتمنى ان هو يسمعك، واتمنى ان انت تروح الاهلي. طب انت قلت للرئيس ايه بقى؟ انا قلت له ان انا نفسي العب برضه مع الاهلي، وهو قال ان شاء الله. طيب ما نفسكش تروح تلعب مع محمد صلاح في ليفربول؟ طبعا نفسي يعني اروح العب مع محمد صلاح. طب انت هل نفسك تقابله؟ تقابل محمد صلاح؟ طبعا نفسي اقابل محمد صلاح. يعني انا اقول دلوقتي لمحمد صلاح، يا محمد لما تيجي مصر تدور على انس هنديك تليفونه ويقابلك؟ يا ريت. طيب انا يعني اذا كان الرئيس قابلك اكيد محمد صلاح لما نقول له كده هيقابلك يعني، او هنخليه يكلمك بالتليفون على الاقل يعني. اوكي. والخطيب؟ والخطيب. انا بحب الخطيب. بتحب الخطيب، كلنا بنحب الخطيب وبنحب الرئيس وبنحب محمد صلاح. انت بتحب الناس الكويسة؟ انت في سنة كام يا انس؟ اولى اعدادي. اولى اعدادي. طيب بتحب مين من لعيبة الاهلي؟ علي معلول. ومن لعيبة الزمالك؟ شيكابالا وزيزو. شيكابالا وزيزو. انت والله بتفهم كرة كويس يا انس. طيب انا مبسوط ليك قوي وفرحان، وعايزين نشوفك لعيب كبير قوي كمان تنافس محمد صلاح. اشكر وزير الشباب والرياضه. ان شاء الله نشكره الدكتور اشرف صالح. بشكرك انت ودعاء المشير والدتك، اشكرك شكرا جزيلا. يعني الحقيقه بتبقى تلك اللمسات الانسانيه مهمه جدا جدا. في نائبه بتتقدم بطلب احاطه لوزير التموين وحمايه المستهلك